امام تلعب ومحاولة سريعة من نصري بيل يلعب عرضية اذا ومحاولة جول 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 من بنزيما. الجول الاول يأتي من كريم بنزيما ونهاية رائعة نهاية جيدة. شاهد تواجد كريستيانو رونالدو وين وكذلك بنزيما وين. انطلاقة ممتازة تأتي من كارفاخال وبعدها المرور إلى غير بيل. بيل يلعبها عرضية وبعدها تشوف من أمامك اللاعب كريم بنزيما وخلفه يأتي كريستيانو رونالدو وكذلك الثانية. لكن الكرة في النهاية أقرب إلى اللاعب كريم بنزيما اللاعب الذي ينجح إذا بتسجيل من راموس في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. سلو لعبها إذا هو الانطلاق إلى الأمام خطيرة جول 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 جول. لكن الهدف ماذا؟ الهدف يأتي نعم جول ثاني هالمرة من كريستيانو رونالدو. الدون يسجل الجول الثاني بعد أن ظننا وظن حارس المرمى كذلك بأنها تسلل. جاهد وتابع الكرة الماضية لعبة ذكية ممتازة جميلة. التصدي الأول من هارد الثاني بعد أن هزت الشباك أو ما هزت الشباك بمعنى أدق لكن عبرت خط المرمى تتحول إلى هدف إذا ثاني في المباراة. شاهد الهدف الثاني إذا النتيجة غير متوقعة في الدقائق الأولى لعمر هذه المباراة في الشوط الأول وكريستيانو رونالدو يسجل الثاني في شباك المان سيتي. إذا بنزيما سجل ركلة الزاوية إذا تلعب ريال مدريد من إسكو رأسية جول. بيبي يسجل الثالث جول ثالث بالراس هذه المرة 3-0 بركلة زاوية هذه المرة. الجول الثالث لصاد لاعبين مختلفين إسكو في البداية نفذ ركلة الزاوية والرأسية بعد ذلك من خلالها يأتي الهدف الثالث على يسار حارس المرمى. شاهد من جديد الرأسية الماضية على يسار حارس المرمى من خلالها الهدف الثالث قد أتى. ثلاثية بيضاء إذا لصالح ريال مدريد تعني الكثير حقيقة للمشجعين للمحبين. كرة إذا الأمام تلعب ومحاولة سريعة كذلك بالنسبة لستيرلينج وفي لمسة يد على راموس. الحكم أخيرا يستمع للاعب ستيرلينج ويحتسب ركلة جزاء على ما يبدو. ركلة جزاء إذا تحتسب. شاهد من جديد رحيم ستيرلينج مع راموس في اللقطة الماضية واضحة لكن خارج منطقة الجزاء. شاهد بوضوح من هذه الزاوية لا والله واضحة لمسة يد واضحة لكن هل هي داخل الخط أو خارج الخط؟ الكرة من الزاوية الأخيرة اللي شاهدناها كانت داخل الخط. إذا الحديث الحكم الرابع مع رافائيل بينيتيز يقول الكرة لمست يده خارج الصندوق لكن الآن ركلة جزاء في الوقت إذا بدل الضايع الذي انتهى. الحكم يحتسب ركلة جزاء نفس عنده عليه اختبار الآن. يا توري ركلة الجزاء تلعب جول أول لصالح المال.
سيتي، جول أمل، جول يعطيهم التفكير في الشوط الثاني. هدف إذن عن طريق اللاعب يا توري. شاهد من جديد ماذا حدث في هذه. أنا نعم لمسة يد موجودة، لكن السؤال هل كان داخل منطقة الجزاء ولا خارجها؟ هذا هو التساؤل اللي كان مطروح. الوقت طبعا الأصلي انتهى، والوقت بدل الضائع كذلك انتهى، وفي ذلك الوقت أتت ركلة الجزاء. والآن حكم المباراة إذن يحتسب أو ينهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-1 إذن على حساب المان سيتي هنا في بطولة كأس الدوري الأبطال هنا في أستراليا. أعود إذن بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو للتعليق والتحليل على مجريات الشوط الأول. الأسبوع القادم ستكون البطولة اللي بتكون في الصين. كرة إذن توصل مرة أخرى في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. إيسكو يقود الهجوم وتسديدة، جول جول رابع لصال، الرابع يسجل لريال مدريد. الكرة من البداية كانت رمية تماس، لاحظ المرور من إيسكو ونقلة للكرة بعد ذلك، والاستئناف يأتي ويأتي الهدف من جانب اللاعب تشيف في اللقطة الماضية، من خلالها يأتي هدف المباراة الرابع. 4 أهداف إذا. ودينيس تشيف ينجح من تسجيل الهدف الرابع في هذه المباراة، لاعب صاحب 24 سنة. دافيد سيلفا في الشوط الثاني كان فيه فرصتين الحقيقة، ولكن تكفل بيهم مارسيلو. أجد أن كان الهجوم أكتر على جو هارت، وجو هارت النهاردة الحقيقة اهتز شباكه 4 أهداف. قلنا أنه أكتر حارس خرج بكلين شيت في الموسم الماضي في بريمير ليج في 14 مباراة، ولكن أنا شايف أن مباراة روما اللي فاتت عملها بشكل رائع جدا، حتى في ضربات ترجيح سد الضربة وأنقذ ضربتين من سيدو دومبيا أو سيدو كايتا. ولكن النهاردة الحقيقة الدفاع خزله بشكل كبير جدا، لأن هجوم ريال مدريد كان واضح أن في تفوق كبير جدا على دفاعات فريق مان سيتي. ولكن أنا شايف أن انتصار معنوي وكأس ممكن تفيد رافائيل بينيسيوس. اسمح لي على المقاطعة هيثم، إذا مشاهدينا نتابع مراسم تتويج فريق ريال مدريد بطلا لبطولة الكأس الدولية للأبطال التي شارك فيها كل من مانشستر سيتي وروما الإيطالي، إضافة إلى فريق ريال مدريد الإسباني الذي توج بهذه البطولة. قيس، كريستيانو رونالدو هو من تسلم الكأس وليس القائد سيرخي راموس. أظن أنه عادي جدا، رأينا حتى كريستيانو رونالدو أراد أن يقدم الكأس كذلك لأربيلوا الذي أكمل المباراة كقائد فريق بعد خروجه.